30 او 35 سنة الأخيرة بسبب النصائح الغذائية الخاطئة التي أعطتها الحكومة الأمريكية. طبعا لأن الأطباء يعني المنظمات الطبية خلينا نقول كانت تؤمن بهذا الشيء، فطبعا كان هناك بعض الأطباء، واحد منهم ألماني مع الأسف نسيت اسمه، بس هو اللي بدأ فكرة أنه هذا كله غلط وأنه الشحم هو ضروري للإنسان والسكريات هي المضرة. وتبعه طبعا دكتور أتكنز في أمريكا لما اكتشف هذا فتح عيادة وقعد يعمل علاج لآلاف المرضى اللي عندهم سمنة وعندهم سكر وعندهم أمراض حميته معروفة طبعا وحميته صار معروفة. متى اشتهر؟ لأنه حاربوه. اشتهر دكتور أتكنز لما كاثرين زيتا جونز وبعض الممثلين اتبعوا الريجيم بتاعه ونقص وزنه وفجأة كل العدسات موجهة على الإعلام خطير دكتور. بالضبط بالضبط. فمع ذلك لما طلعت هاي طلعت كل الناس اللي هم بيؤمنوا بالغذاء اللي بسموه الغذاء المتوازن وشركات اللي بتنتج الأكل طبعا صارت تقول لا هذا بسبب هيك بسبب ذاك وكذا. لكن البحوث الآن صار لهم 20 سنة بحوث كل مرة بيعملوا بحث نجد أنه تبرهن نظرية دكتور أتكنز أنه السكريات هي المضرة لصحة الإنسان الدهون يعني؟ والدهون الطبيعية اللي بتيجي من الحيوانات ومن زيت الزيتون وزيت الكتان هي المفيدة للإنسان. وفي طبعا سبب فيزيولوجي له السبب اللي هو هرمون الإنسولين. الإنسولين هو بالأساس هو سبب زيادة السمنة عند الإنسان. الإنسولين يطلع تفرزه غدة البنكرياس. فالإنسولين مهم لأنه بنقل السكر اللي هو لما ناكل سكريات نشويات تتحول لجلوكوز في الدم، بينقل الجلوكوز للخلايا وبيساعد على إدخال الخلايا حتى تنشط الجسم. إذن كما فهمت من كلامك دكتور يعني هي مفاهيم خاطئة للأسف حول الغذاء الصحي. يعني نحن سبب طرحنا للقضية اليوم هي أنه آلاف من الناس يموتون سنويا بسبب السمنة وأمراض متعلقة بالسمنة، يعني سببها السمنة. عفوا قصدك مئات الآلاف. مئات الآلاف أصبح الآن. بالضبط. مش آلاف يعني. لا مئات الآلاف. أرقام خطيرة يعني. بالضبط. لأنه اللي بيسبب مرض القلب هو الترايغليسرايدز اللي هي الجليسرايد الثلاثي. هذا ينتج بشكل رئيسي عن طريق اكل النشويات والسكريات. الانسولين بحول قسم منها الى ترايغليسرايد. السكريات التي لا تحرق في الجسم بحولها الانسولين الى شحم يخزن في كرش الرجل وارداف المراه وهكذا. اوكي. فالترايغليسرايد والكوليسترول ال LDL بيسموه هم الخطيرين، وهذه لها علاقة مباشرة بالسكريات بجميع أنواعها. بينما لما يعمل الواحد دكتور أتكنز دايت اللي هي توقيف معظم السكريات وأكل البروتينات والشحوم وبعض الخضروات نجد أن الكوليسترول المضر بنزل، التريغليسرايد بتنزل، وصحة الإنسان بشكل عام تتحسن. موضوع جدا مهم ومعلومات شيقة يعني نستفيد منها جميعا وأيضا المشاهدين. لكن دعني دكتور عمر ننتقل الآن إلى الكويت. معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور الأستاذ الدكتور البروفيسور حسين دشتي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم في طبعا قناة الحوار. أهل. وأنا سعيد معكم أشارككم الموضوع الجميل. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني نود أن نتحدث قليلا عن الدكتور حسين، باحث ومتخصص في النظام الغذائي الكيتوني. وكما ذكرنا معنى الكيتوني هو نظام غذائي يتعلق بالتقليل من تناول النشويات. طبعا الدكتور أيضا استشاري بالجراحة العامة ولديه دكتوراه بالجراحة العامة وباحث وكاتب وزميل كلية الجراحين العالمية. مرحبا بك معنا، يشرفنا وجودك معنا عبر الهاتف للأسف دكتور. دكتور يعني
قبل فترة ليست بطويلة الجمعية الدولية للغدد تختار بحثكم حول السمنة في مؤتمر عالمي. يعني هذا البحث تم اختياره من 2500 بحث عالمي، وهذا يعتبر إنجاز حقيقة للعرب، ونحن نفتخر بذلك. فأود أن تحدثنا قليلا عن هذا البحث اللي قدمته، وكيف يمكن أن يفيد البشرية ويفيد الناس، وخاصة من يعانون من مشكلة السمنة والبدانة. أولا أشكركم شكرا جزيلا على استضافتي في قناة الحوار، وأشكر زميلي الدكتور عمر. وملخص كلامه تقريبا شبه الموضوع، وكان ملخص جميل جدا، وأثبت من خلاله أن فعلا النشويات أو السكريات، أنا باعتقادي أسمي النشويات هي السكريات، لأن تناول النشويات باستا، الخبز، الرز، المعجنات، الفطائر كلها تتحول إلى سكر داخل الجسم. وبالتالي مثل ما تفضل دكتور عمر، أن الإنسولين بدل ما يعمل ضخ السكر داخل الخلية، لا، يعمل على إزاحة السكر وتحويله إلى دهون داخل الجسم. نرجع إلى موضوع المؤتمر الأندوكرينولوجي أو المؤتمر الغدد الصماء، كان في سنة